السلام عليكم. النهاردة هنزرع مع بعض بطريقة بسيطة جدا، نشرح طريقة زراعة الطماطم والورد. ده الورد اللي هو الجاسمين، والطماطم البلحية الصفر. موضوع بسيط جدا، احنا كل محتاجينه تربة كوكوبيت زي ما هي كده، وكوباية تكون فيها خرم من تحت، أو 3 خرام عشان تسرب المية. كوباية فاضية اهي، هنملاها تربة كوكوبيت. وادي الكوباية التانية، التربة مبللة، يعني احنا ممكن نخليها نرشها مية قبل ما نزرع فيها عشان تبقى سهلة في الإنبات. كده احنا ملينا كوبايات تربة. هنحتاج نجيب كيس بذور، كيس البذور مكتوب عليه طماطم بلحية صفراء. مش شايلين التيكت، ولازقينه على الكوباية عشان نبقى عارفين احنا زرعنا ايه. نبدأ البذور اهي، نفضيها ونوزعها على التربة دي. 1 2 3 4 5 كده وزعنا البذور على القصيص على الكوباية. هنغطي بطبقة تربة خفيفة. كده احنا خلصنا 3/4 المهمة. هنزرع الياسمين او التبغ الابيض. هنشيل التيكت نفس الطريقة. خلي التيكت دلوقتي بذرة صغيرة جدا، شايفين صغيرة جدا. طب نعمل ايه؟ هنروح فاتحين الكيس ومفضينها على الراس، وش الكوباية كده، كل البذور. نغطي بطبقة كوكوبيت تاني بسيطة. كده احنا خلصنا. محتاجين ايه؟ محتاجين بقى ايه؟ نرش عليها مية اهو. ميه كتير في الاول عشان البذره تشتغل، ضروري ميه كتير في الاول، وبعد كده كل يوم هنرش رشه ميه لحد ما تنبت معانا. خليها في شمس غير مباشره، ضوء النهار، وبعد ما تنبت بنطلعها في شمس مباشره. كده احنا زرعنا نوعين طماطم، البلح الصفرا، وزرعنا الورد التبغ الابيض اللي هو الياسمين. صعب؟ مش صعب. تربة كوكوبيت مهمة جدا للنبات، وبعد كده لما يجي ننقل في تربة طين بس، مش هتفرق أي نوع تربة، بس يعني يفضل بلاش رمل، لأن الرمل بيأخر الإنبات بطريقة غبية. نخليه يا ريت تربة كوكوبيت بس للإنبات، وبعد كده تربة طين. تحياتي.